الأغنية تحمل اسم ألبومها الأخير وتتعاون فيها للمرة الثانية مع المخرجة ريندا لقدح. شو الشخصية اللي عم تلعبيها بالكليب؟ إنه أنا a girl 21 بتفاجأ إنه في some person اللي supposed to be حبيبي تارك لي هدايا surprise و everything. بروح من محل لمحل بغير اللوك تبعي لبالنهاية هو مجهز أصلاً لسهرة بنلتقي فيها آخر شيء لعيد العشاء. وكنت مستغربة كل شيء من مسكربينة لبتيت خيك هلا براسي، بس إنه في شيء جديد إنه مش كحيلا شيء بتلاقيه في متجر، شيء مستعمل، شيء شفته قبل، يعني شيء جديد. فأنا I love everything new. هي الأغنية اسمها سنة أولى حب، عملتها مع الملحن بدر الدوادي. إن شاء الله بفكر نزلها بعيد الحب. اللوك اللي عطيتها إياه شوي هيك غريب، إنه مهضومة شقية هي وصاحبتها وبعمرها، يعني اللوك عمرها. بوصل لمرحلة إنه هيدا الشاب جايب لها، يعني بعت لها كادو ورح يقول لها تروح من محل لمحل لمحل لتاخد شيء، وآخر شيء تعمل بازل لتوصل آخر شيء تلاقي الشاب. فهيدا حلم كل بنت، جنون كل بنت انه تشوف هيدا النهار شو ممكن يعمل لها رفيقه او حبيبه. ما حدا يقول لي انه في شيء غلط لانه انا شايف الحب هيك. في شغله كان بدي اقولها، في شيء نزل على بمجله مش من زمان انه عن فيديو كليب ليلعب بود، حكين اشياء بلا طعمين بفتكر انه ما فهموا الفيديو كليب، حكيوا انه انا ليش سكربين بالقلب وليش ما بعرف شو، انه ليش لا؟ طب انا حره مثلا طلعها على القمر لتشد جروفه، ما بعرف مين قال له معي بنهايه فيديو كليب خرافه منه جدي، يعني هي مزحه انه واحد عم بينتقدني يكون قد الكلمه وقد المستوى، يكون متعلم وعارف شو عم بيحكي، اوكي بتقبل. بس اذا واحد ما بيعرف شيء وما خصه بالموضوع وبس لانه شايف هيك اكيد لا ما بقبل. والفيديو كليب رح يطلع هلا قريبا على الـ BBC الارضيه، هن ما بياخذوا حيلا فيديو كليب، وطلع بين الخمس 15 احسن فيديو كليب على اليوتيوب، من بيناتهم في خمس كليبات لإلي. سرقوكي باسبانيا هيك من بعد راس السنه مبسوطين، حظ شو بدي اعمل؟ سرقوا لي الجزدان. في مصاري، في باسبور، في دفتر سواقه، في اللابتوب تبع خيي كمان كان معي، في 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 كثير اشياء، اشياء شخصيه كمان. دخلتي مركز الشرطه كمان؟ ايه تعلمت، شفت تعرفت عليهم وفت عم صرخ بالاسباني انه اعملوا شيء وهيك طلع فيه انه شو فينا نعمل، ما فينا نعرف مين هن. بتصير بالحياه، يعني اهم شيء الواحد صحته منيحه وما يكون صار له شيء. زرتك للبنان مش بس لهالاغنيه، كان عم يتحضر تريو؟ صحيح، كان في فكرة تريو عملناها أصلاً أوريدي جاهزة، كنا على أساس نصور بس التأس مش كتير مساعدنا. تريو هو هلأ حصرياً لكم، بيتضمن الفنان قصي، الفنان عبد الفتاح جريني وأنا، هو فكرة أغنية اجتماعية. هيك كانت أخبار المخرج ريندا لقدح والفنانة منى أمارشا اللي بنتمنى بتجربتهم الثانية سوياً بأغنية سنة أولى حب أن تصل إلى كل العشاء بعيدهم. كان معكم عماد هواري، روتانا بيروت.